وبعدين بقى؟ وبعدين بقى يا سمورة في دماغك الناشفة دي؟ ما تسمع كلامي ونضم اللي اسمها بوسينة دي وتبقى معانا في التشكيل. سلام، ساعتها هناكل الشهد. اسمع يا نتاك شبه التعليم الإلزامي أنت. أنا صحيح بحب أمهمز فطوطة كل مهموز ومهموز، إنما مش معنى كده إني أنصب عليه. يا ساتر عليك وعلى أفكارك، مين بس قال إن إحنا هننصب يا سمورة؟ ده إحنا هننصب ونكسر ونرفع ونسكن اللي حليح في جيوبنا. ننصب ونكسر ونسكن، عشان كده بتقول نضم بوسينة للتشكيل؟ أما أنت عليك حركات يا أخي. ولعلمك بقى، إحنا لما نستنفع منه بقرشين إحنا كده بنحميه. قول لي ليه؟ هقول لك، أحسن ما فلوسه تروح لنوادي إنجلترا. اوعى يكون ناوي يقرب من محمد صلاح، إحنا ما صدقنا بقى عندنا لعيب زيه. محمد صلاح اسم الله عليه، إلهي ربنا يبارك له في رجليه. ده إيه؟ لا 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 لا، مش صلاح، ده حتة لعيب عربي تاني بيلعب في ليستر سيتي. عد بقى، أول عربي محرز، واخد بالك أنت من اللي أنا قلته؟ أول محرز. محرز إيه بقى؟ محرز لقب أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. وطبعا بوسينة هي اللي دلت فطوطة عليه. وبعدين معاها بقى، ما انت لو تسمع كلامي وتربط دماغها كويس. هربط دماغها ليه؟ اعمل زي المثل المصري ما بيقول، اربط دماغ الست ترقص فطوطة على التت. لاعب جزائري ومولود في فرنسا، اصلا من قبائل تلميسان، يعني امازيغي. هو كده بالظبط يا فطفيتو، وشارك مع منتخب الجزائر في كاس العالم سنه 2014. يعني الدوره اللي فاتت. وعلى كده بقى يبقى هو محرز اهداف كتير. اديني 10 دقايق واعمل لك تقرير عن انجازاته الدوليه يا بروف. ستي الحكاية مش فرقة كتيرة، احنا نخطف رجلينا. وهو فين يا راجل اللعيب ده؟ في الجزائر ولا في فرنسا ولا في صفة اللبن؟ انجلترا. انجلترا يا فطفيتو، ليستر سيتي. بلاستر سيتي عارفها، مدينة البلاستر والشاش والقطن. لا يا فطفيتو، نادي ليستر سيتي في خط الوسط. اوكي، بس ده بيتكلم انهي لغة؟ يعني امازيغي من الجزائر، مولود في فرنسا وبيلعب في انجلترا. انت عارفة ان انا بتكلم كوالا لامبوري. لا لا بجد، انا زهقت، قررت اطلع من هدومي. ده ايه ده يا اختي؟ كل المواقع بتتكلم عنه. هو ايه؟ مفيش لاعب كرة غيره ولا ايه؟ ايوه، عاملهم عليا وهوب الاقي سمورة عامل فيها لاعب كرة وبيمهمزني زي كل مرة. سمورة مين بس يا ابو المفهومية وبورتو الابداع والعبقرية؟ انت دايما كده ظالم الراجل. ما سمورة قاعد برا كافي خير وشر، بيشرب كوباية الشاي وهو بيتفرج على لعيب كرة اسمه ايه يا تيكا؟ ما تقول بقى وتخلص. اسمه سمورة، بس مش تنكر ومش تخبي. طب احلف لك بكل فيلم اخرجته وفشل، ما هو اللي مربي قرد عارف لون لعيبه. تقصد اللي مربي قرد عارف لعبه؟ وبعدين انا قاعد معاك اهو عشان ما تقولش اني بمهمزك. ها، ولو اني برضو همهمزك لان ده الطبيعي. ايوه، يعني مين اللعيب اللي بتتكلم عنه ده يا تيكا؟ خلصنا. اسمه ايه يا واد يا تيكا؟ ايوه، اسمه على اسم عاصمة مملكة عربية. عرفته، أبو مكة. يا فطفيتو يا فطفيتو، مكة دي مش العاصمة، العاصمة هي الرياض. يا أخوانا، إيه دخل السعودية في اللعيب اللي محرز هدف كنت بتفرج عليه؟ عشان صاحبي وقابلته في السعودية يعني؟ هو صاحبك بجد يا سمورة ولا بتجهز لي ماء لب؟ وأنا ليه بركة اللي أنت فطوطة بيه. ولعلمك بقى، هو جاي القاهرة بكرة وحيتغدى عندي. ودي تيجي ضيفك؟ هو ضيفي أنا اللي عزمه على الغدا وعمل له طرت تجارجير ما حصلتش. هاتي ودنك يا بوس وبخديها تاني، احنا حنستغل الغدوة دي ونمضيها على العقد.
أروبا يا فطفيتو، صحيح عبقري. تعزمه على الغدا كتر خيرك، إنما تستغلي صداقتي له عشان تخليه يمضي معاك العقد، لا أنا مش هسمح أبدا. عيبي يا سمورة، أنا برضو استغلالي رأس مالي برج مائل. تقصد برج وازي مش برج مائل. برج وازي، برج متوازي، أنا صاحب المكتب وأقول اللي أنا عايزه براحتي. عموما يا فطوطة بي، أنا متشكر جدا على دور الواجب اللي هتعمله مع صاحبي. بكرة مناسب للعزومة؟ جدا. اسمع يا تيكا، عاوزك تزحول سمورة بكرة، زحوله من المكتب بأي طريقة. ودي تيجي برضو يا فطوطة بي، عيب، ده صاحبي. فيها ورقة بخمسين. تؤمرني قرش. تمام تمام يا سلهوب العبقرية ومضخة الأفكار النيرة. زحلقت لك سمورة وقلت له صاحبه اتصل بيه قال ايه، طلب انه يروح له المطار. برافو عليك يا تيكا، شكلك اخدت من عبقريتي حاجاتي كتير. ده يشرفني يا استاذ، عقبال بقى ما اخد منك السبيج اناناس يا كبير. خد يا تيكا، خد يا، مش خسارة فيه. ربنا يخليك. ايه ده، 50 قرش؟ طب اعملها حرز دي ولا ايه؟ فتفيتو، فتوتة بيه، فتوتة بيه، وصل وصل. خليه يتفندل يا، خليه يدخل يا، 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 انت بوسينة، خليه يدخل يا بوس بوس. اتفضل اتفضل يا محرز اهداف ليستر سيتي. بونسوار مسيو فتوتة. اسمك جميل، له معنى الجناين الحدائق رياض. هو رياض وانا الخوري. قالش رخيص. بعد اذنك يا كابتن، ممكن حضرتك تكلمنا شوية عن نفسك؟ في الحقيقة انا جاي بكل استعدادات، يا والله كل مرة هنعمل بارتي كبيرة هيغني فيها الشعب خالد. مطرب الجزائر الشقيقة ابن بلدك يعني، دكار، وحيغني غنية كلكم بتحبوا، سونج بتعبر عني قوي. بتعبر عنك ازاي؟ اغنية كروية؟ كروية جزائرية راب. طب بعد اذنك، عشان انا من عشاق الراب، ممكن حضرتك تسمعنا ولو حتة صغيرة منها؟ اوه افك بليزير مادموزيل. الكورة يا صاحبي شيء غالي عليا، لاجيري بلدي في قلبي هيا نور عنيا، مولود في فرنسا انما كل ليلة من تلميسان، ولعبت في ليستر سيتي محرز ليها اجمل اجوان، مثلت بلدي في كاس العالم في البرازيل كمان، وانا متسمي على اسم العاصمة السعودية. الفين 2016 خدت الجايزة الحلوة الكروية، أحسن لاعب في ملاعب الكرة الإنجليزية، أول لاعب عربي يكسبها دي مش حاجة عادية، وصلاح من بعدي أخدها كسبها في السنة دي. يعني أنت أخدت سنة 2016 الجايزة اللي كسبها محمد صلاح السنة دي يا كابتن؟ وي يا فتوتة بي. يبقى لازم تمدي معايا العقد علشان ألمعك وأجمعك وأدلعك وأخليك تلعب في مصر وتاخد الدروي من الأهلي بقى. مش هيحصل يا فتوتة بي. والله أنا عارفك، بس محرج، عايز أقول لك موقف أنا محرج فيه. اللي جزمة سرقت مني وانا بشتغل، مفيش غير فردة واحدة، يا رب تلاقيها عشان
أشتغل بيها الحلقة اللي بعد كده. ودلوقتي يا مستمعيني يا حلوين، عرفتوا اللعيب النهاردة كان مين؟